تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة صباح اليوم حفل جائزة راشد للتفوق العلمي في دورته 31 والذي نظمته ندوة الثقافة والعلوم في مقرها بدبي لتكريم كوكبة جديدة من حاملة شهادة الدكتوراه في مختلف التخصصات. وبدأ الحفل بالسلام الوطني، تلاه عرض فيلم قصير عن جائزة راشد للتفوق العلمي وشخصية العام العلمية والتي نالتها الشركة الوطنية سيراتا للتصنيع المتخصصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات. ثم قام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم يرافقه سعادة بلال بدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي، والدكتور حماد بن حماد عضو مجلس إدارة الندوة ورئيس لجنة المسابقات والجوائز بتكريم حملة درجة الدكتوراه والذين بلغ عددهم 142 مكرما وشخصية العام العلمية شركة سيراتا للتصنيع. وفي ختام الحفل التقطت لسموه صور جماعية مع المكرمين وأعضاء مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم وجائزة راشد للتفوق العلمي.